اهلا احبائنا، نعمه وسلام الرب يسوع المسيح مع جميعكم. تعرفوا شخصيه المسيح كما مكتوب عنها، هو امس واليوم والى الابد. كثير ناس عم تتساءل هل مازال المسيح فعلا بيشفي؟ مكتوب خرجت قوه لشفائهم، والمسيح كان دائما يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. في بشارة لوقا إصحاح 8 في حادثتين. حادثة الأولى، امرأة كانت نازفة دم لمدة 12 سنة، والحادثة الثانية رئيس المجمع جاء ليسوع المسيح وطلب منه أن يأتي ليشفي ابنته المريضة جدا، كمان عمرها 12 سنة. المرأة النازفة 12 سنة وهي بتنزف، والبنت كمان 12 سنة عمرها على وشك الموت. لكن في شيء مشترك في الحادثتين. المعجزة الأولى، جاءت هذه المرأة ولمست يسوع المسيح، لمست ثوب يسوع المسيح. اسمع ما قال يسوع لهذه المرأة، فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. ثم عندما جاء رئيس المجمع يايرس، والظاهر بسبب هاي الحادثة تأخر شوي المسيح، فماتت ابنته. ففي آية 50 إصحاح 8، فسمع يسوع وأجابه قائلا: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. فيعني لاحظ الكلمات شبيهة بعض: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. هنا يقول: لا تخف، آمن فقط، اذهبي بسلام فهي تشفى. بيتكلم أيضا لرئيس المجمع. الرب يسوع المسيح عنده القدرة على الشفاء، عنده الرغبة في الشفاء، وأيضا يريد الشفاء. هذه طبيعة المسيح: أنا الرب شافيك. وأيضا هذا كلام المسيح عندما يتكلم ويقول قم، أو بيحكي كلمة لابد أن تحدث، أرسل كلمته فشفاهم. ثم أحبائي، على أساس ما يفعل المسيح عندما يقول لهذه المرأة النازفة اذهبي بسلام، إيمانك قد شفاك، فهو على أساس ما سيفعل المسيح مستقبلا، إنه عندما نضع إيماننا بالمسيح المخلص اللي مات على الصليب وقام من الأموات، فنحصل على الشفاء الكامل والخلاص الكامل من الخطية. وطبعا إذا صلينا بإيمان، الله بيتدخل وبيشفي الضعف وبيشفي المرض. الرب يسوع بيتعامل مع عملة تسمى عملة الإيمان. أما الإيمان فهو الثقة بما يرى والإيقان بأمور لا ترى. فإذا هو الثقة والإيقان، يعني لازم يكون عندك الثقة ولازم يكون عندك اليقين إنه الكلام اللي بتتكلمه بإيمان الله بيفعله. الرب يسوع قال في مرقس 11 آية 24: ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. في يعقوب إصحاح الأول والآية 6: ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. في عبرانيين 11 آية 6: ولكن مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضائه. فإذا نطلب بإيمان، وهذا الإيمان هو الذي يرضي الله، وهذا الإيمان بدون شك بثقة وإيقان، يعني قال له لا تخف، آمن أو ثق فقط فهي تشفى. فإذا من ناحية بشجع لا تخف، من ناحية أخرى ضع ثقتك في يسوع المسيح. وبصراحة لمين تروح في هذه الأيام؟ لا بتروح لنبي ولا رسول ولا سحر ولا تعويذ ولا عرافة ولا حتى قديسين ولا أي شيء. منروح للمصدر، منروح ليسوع المسيح اللي وعد بشفائنا. مهما طلبتم
باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. فإذا المرأة النازفة اللي أنفقت كل معيشتها 12 سنة على كل الأطباء المتخصصين، جاءت إلى الطبيب الأعظم، إلى يسوع المسيح، فشفيت بالكامل وشجعها المسيح اذهبي بسلام. وهون طبعا كمان من ناحية طقسية، لأنه لازم تكون مرفوضة منبوذة تعتبر نجسة، فرجع مكانتها وشفائها في المجتمع. وهكذا رئيس المجمع ييروس يعني وصل للإحباط الكامل، وفي وسط هذا الإحباط قال له يسوع: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. وعندما دخل قال لها: يا صبية قومي، فرجعت روحها وقامت في الحال. هذا هو يسوع المسيح. بتقول يمكن أنا إيمان ضعيف، قل له: يا رب زيد إيماني. بتقول إيمانك إيمان مثل حبة خردل، تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل. طبعا أنا مش بحاول أتصنع، لأنه كلياتنا في الهوى سوا، مش بحاول أتصنع البطولة على فكرة، ولا عم بحاول أتصنع أنه عندي هذا الإيمان العظيم الخارق، لكن أنا معاكم بتشجع لما بتأمل في كلمة الله. حتى أنت وأنا مهما كانت طلباتنا عظيمة ومهما كان احتياجنا عظيم، الرب أعظم بل أكبر من أي احتياج. الله الغير محدود يستطيع أن يفعل من ضمن ومن خلال المحدود. الرب يوسع أفقنا ويعطينا حكمة ويفتح ذهننا حتى نستوعب الإمكانيات الموجودة عنا من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح. فإذا الحقيقة كل شيء مستطاع للمؤمن. إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. واليوم أنت مزعوج، بتمر في حالة صعبة جدا، الرب يمنحك السلام العجيب اللي يفوق كل عقل وكل فكر، ويملك هذا السلام في قلبك أيضا. ولربما أنت وصلت إلى مستحيل، إلى درجة الموت، مثل هذه الابنة ماتت، لكن المسيح أعظم، يستطيع أن ينفخ فترجع الحياة، يستطيع أن يقول قوم فيقوم، كما ابن الأرملة اللي شفاه لمس النعش، لك أقول قوم وقام. وهكذا هذه الابنة رجعت روحها إلى الحياة، وهذا ويسوع بيعمل عمل متكامل. أنا وإنت محتاجين نصلي نقول له: يا رب زيد إيماننا. أنا وإنت محتاجين إن نشوف شو الموانع وشو العوائق لهذا الإيمان، ونقول له: يا رب يعني اكشف لنا وعرفنا. وأكيد الله رح يتعاون، رح يتفاعل ورح يتواصل معنا. عاوز أقول لك أسرع وسيلة وأسهل طريقة إنك تيجي للمسيح مثل ما أنت. قل له: يا رب جربت بس أنا محتاج، يعني عندي desperation، حالة استقطال، جربت حاولت لكن فشلت، بس اليوم على كلمتك أنا عاوز أحط ثقتي وإيماني وأوقن إنك أنت قادر أن تفعل كل شيء. أنت اللي بتحقق المستحيل، وأنت اللي بتنقل الجبال، وأنت اللي ما زلت بتشفي المرض، وما زلت أنت بتغير الظروف والأحوال من أجل أولادك وبناتك اللي بحبوك. شارك هذا الفيديو، اعمل شير، خلي ناس كمان تتبارك، وأنت شجع اليوم بنفس الرسالة شخص آخر، قل له: الرب موجود، ثق، خلي عندك شوية إيمان، والرب رح يجي ويعيننا في هذه الظروف الصعبة. الرب يباركك.